معكم مليون دينار شو بتسوي؟ أنا بتبرع فيهم حتى يسحف الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم، وأنا نفسها بننتوهم يعني بننتوه للوكي عليه عشان يتبرعوا للناس ويسأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم ويرجع المخيم من أول جديد عشان ما ينتهيش المخيم، يرجع أحلى من مكان عشان يشتروا دم، ولو كان معي انا دم كنت كبير يعني دم قوي بتبرع لهم للجرحى دم. دمك قوي؟ طبعا دمك قوي. ايش بيجي دم انا؟ دم؟ ايش بيجي دم؟ في دم بس مش كتير يعني. في ناس فيهم كتير اما انا لا. فتنا جثة في الطابق الثالث، الدار نصها مهدود الدرج طاير. على الجثة الثانية طبعا انا بدي اوثق كل اشي، الجيش الجندي مسك الكاميرا من ايدنا، كاميرا الفيديو اخذها. اللي حرك كلبه ابو جندل لما جابوه وربطوه لما مربطوه قاموا اجوا طخوه هون. اطلع على الجثة اللي هي جثة الاخ ابو جندل قائد معركة المخيم، قاعد زي هيك قاعد فوق الركام، مقاعدين فوق الركام، طلقة هون في جاي في الفك والطلقة الثانية في الصباح. فقلت لهم أنا عارف ليش بطل مرضي تسخلوني صور، لأنه هذا إعدام تاعي تبع الصليب، هذا الزلم قاعد فوق الركام لا عليه سرارة لا عليه غبرة، واحد كان ماشي لنفترض أنه كان ماشي الزلم أو شارد بيوقع وقوع بس بيقعدش يقعد على رأس تلة هالركام اللي محطوط. اتفقت أنا وياه، طبعا هم قالوا إحنا الجيش الدفاع بعدمش، قلت لهم ابتعدوا الأنبياء، قالوا هاي الجثث الموجودة. قلت لهم نعم. قال لي هاي الموجود في غيره يعني؟ قلت له آه هاي المنطقة أنا بدي أفوت. قال لي ممنوع. قلت له شفت أقول لك طخ، بدك الطخ طخ، الريحة شممها من هون وأنا واقف برا شممها من هون. قال لي هاي المنطقة غير مطهرة وممنوع تفوتها أنت والصليب. قلت للصليب أنا فايت، فايت معي؟ قال لي فايت معك، واللي بدهم إياه يسووه. خلال دائرة قطرها 30 متر بس وجدنا 10 شهداء في المنطقة الغير مطهرة. أما المنطقة المطهرة مشينا من هون للساحة 350 متر لقينا بس 3. إذن مطهرة من إيه؟ من الجثث، مطهرة من الجثث. وأنا راجع رجعت نفس الطريق اللي مشيت اللي مشوني إياه هم أول يوم وإحنا وياهم بندور على جثث. إيه ولا هي جثة مفروم فرم، شو ضايل منه؟ أصابع رجليه وشوية جلد. الله أكبر، يوم 15 هاي ما كانت هون، طب اليوم 17 وجلد طري جديد مش متعفن. ترى ما هي عدماتكم. طخوا كله ارفع عليك، طخوا طخوا هون بالساحة أكم ما طخوا. أجوا شباب من اللي بكم معتكلينهم اليهود، أجوا حملوا بدهم تودوا على المستشفى. كام أجوا اليهود قالوا له حطوا هون وحطوا رمويا. صارت الدبابة عقول الله شهيد يا ناس الحلال، الدبابة تروح وترجع عنه تعرف جثته بالطرف.
إسرائيلي خسرت مش الشعب الفلسطيني. الدمار بتصلح. الشباب نخلف بدالهم عادي جدا. يعني أنا بكاد مستكفي ثلاثة. ناس بدك تفكر مرة تجيب كمان اثنين. دور عادي بشارة بالأمانة. مرات وماتات بتجوز بدالها. سير تعويض. إحنا أي إشي صار إحنا سير تعويضه. بس كيف بدو عوضه هم الفترة اللي إحنا كنا رايقين ومتقبلين تعيش معهم. كيف ترجعوها هاي؟ كيف ترجعوها هاي؟ مش إمكاني. أنا كان عندي قابلية أعيش مع أي إنسان يهودي عادي جدا وأتمنى له مش أتمنى الخير يعني أقبل اللي بحبوا الأولاد يحبوا لأولادهم بس هسا كيف ترجعوني هذا الحكي هذا مش كأنا بحكي في الناس كلياتها كيف ترجعوني هذا هم اللي خسروا بس إحنا حقد هسا الحقد المتولد والضغيني كيف ترجعوا هذولا كيف تكونوا مقلوبك ثاني مرة بحسبوهاش صح بعرفوش يحسبوا هذولا انت لما يسلم نفرض سلبوا ابنك مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابننا كل اشي عنا بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش راح نضلنا نجيب اطفال وننجب يعني رجال اقوى من اللي راحوا واشجع من اللي راحوا كنت حامل أنا بشهر مخلصه هسا لما عاد إحنا خفنا من المي والكزاز لما صار هيل علينا أولاد صغار وإشي حبيت أطلع برا يعني أشرد من الدار لجل يعني إني أتضرر أنا وولادي طلعت مشيت يعني شوية من فتحت باب الدار ومشيت بدي أطلع عن دار سلفة كان قناص على الجبل على الجابريات ضربني بإجري الثنتين ما وعيت حالي إلا نكاسح على الأرض وأصيح أكلهم انطخيت إجري بوجعني إجري كسحت بالموت غدر سلف إسلافي جروني لجوة يعني فوتوني لجوة جر وهم خايفين من اليهود يطخوا عليهم ما وعيت حالي إلا بمستشفى جنين قالوا لي لازم نعمل لك عملية قيصرية والحمد لله ثاني يوم عملوا لي عملية والحمد لله رب العالمين جبت الولد الحمد لله مليح الحمد لله وبصحة جيدة قعدت أنا 10 أيام وأنا ما أشوفش لا جوزي ولا أهلي ولا أولاد ولا أيات حدا وأنا أعيط يعني وابن بحضن ما أعرفش أدبره من مرة تسمحوا لهم يجوا علي وشوفوني أنا وابني اللي خلفته يعني هم خسروا حقيقة أطفال أنا عندي طفل كبير عندي 8 سنين ونص بطل خاف من الطيارة إنجاز بالنسبة لي هذا أنا ابني بخافش من الطيارة ابني صار يعرف رصاص 500 ورصاص 800 ويعرف قذيفة الدبابة ويعرف M16 ويعرف M16 طويل و16 قصير والكلاشين صار يعرف الناتو صار يعرف شغلات كثيرة ابني صارت عم يعرف شغلات كثيرة كنا متوقعين احنا خايفين من اولادنا من قال يصير عنده معقد نفسية لا فيش عنده معقد نفسية براه هناك امسك اي طفل واسأله بموضوع مش الاجتياح كلياته بجوابه كل ثقة بدون خوف بخافش من ناس زيهم هذول الجبنة بخافش منهم زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا احنا يعني مدنيين بس هم ارادتهم ضعيفة خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف احنا ما منخاف منهم مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم اسلحتهم نزلت علينا زي المي لانها نزلت من ايدين فاشلة نزلت من ايدين خايفة من ايدين مرخية Thank you.
يجوا بس يشوفوا على المخيم، خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. ليسلموا اسرائيل على القدس على كل اشي لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان. لما يعني بعد اللي شفته اي حياة بدي اعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي اي حياة بدي اعيشها، فيش حياة.